لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا. أهلين أستاذ حسين. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط فإن تشكيل الكتلة الأكبر خرج من يد الكتل الفائزة إلى يد طهران وواشنطن، ما مدى صحة ذلك؟ ولم يكن يوما القرار في يد الكتل الفائزة، ليس بجديد، يعني ما ذكرته الشرق الأوسط منذ 2003 حتى اليوم الذي يقرر المستقبل ومصير العراق طرفين رئيسيين الأمريكي والإيراني. بالتزامن مع هذا الصراع الأمريكي والإيراني على تشكيل الحكومة المقبلة، من هو الطرف الفاعل في التحكم بمقدرات الحكومة القادمة؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك إلا سياسة الضغوط والحصار الاقتصادي والضغط المالي على العراق. بخلاف ذلك من يمسك بخيوط اللعبة في العراق برلمانيا وميدانيا وعلى الأرض وعلى مستوى السلاح والميليشيات هي إيران. بمعنى الغلبة اليوم هي لإيران. أنصار الولايات المتحدة الأمريكية في العملية السياسية هم الطرف الأضعف. نعم، كانت هناك خطوة لائتلاف المالكي بالإعلان عن الكتل أو الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة الجديدة المرتقبة المنتظر الإعلان عنها مساء اليوم. كيف تقرأ خطوة ائتلاف المالكي وما هي أهداف هذه الخطوة؟ يعني هم في هناك هامش من المساحة والحرية متاح للكتل أن تناور فيها وأن تتحرك فيها وفق مصالحها، لكن المايسترو الرئيسي ليس بيد هذه الكتل. تخيلي أن المالكي يتحالف مع كتلتي الكبرى في كردستان، وهو الخصم اللدود لنفس الكتلتين، يعني الخصم اللدود لمسعود البرزاني ولكردستان في فترة رئاسته للوزراء. أي بمعنى أن هناك مايسترو ضاغط يستطيع أن يمسك بتلابيب كل العملية السياسية. أنا بعتقد أن هناك حملة على العبادي بسبب تصريحاته بشأن أمريكا ضد إيران، ولم يعد مفضل لدى إيران أو حلفاء إيران في الداخل، وهذا سيحشد كل خصوم العبادي حول هذه الفكرة للتحالف لإسقاطه من دورة ثالثة. الولايات المتحدة تراهن على العبادي وقد يكون الرهان الحصان الخاسر على مستوى التعامل الداخلي. في المحصلة النهائية أين ستذهب الولايات المتحدة الأمريكية وبأي اتجاه ستذهب المواجهة الإيرانية الأمريكية؟ العراق سيكون ملحق بهذه المواجهة سلبا أو إيجابا. نعم، يقول مراقبون أن الحكومة التي تتكون بالتزوير والتأثير الخارجي لن تدوم أكثر من 3 أشهر. ما توقعاتكم أنتم لعمر الحكومة المقبلة وسط الصراعات والتدخلات الآنية والمستقبلية أيضا؟ يعني آلية النظام السياسي في العراق لن تنتج إلا هكذا محافظة، يعني ليس لدى كل الكتل السياسية والنظام السياسي في العراق فرصة إلا أن يذهب إلى عملية المكونات والمحافظة. هذا أسس النظام السياسي في العراق. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.